السلام عليكم ورحمة الله. موجودين الآن ضمن مشروع فيلل ترجا، المنطقة بيوكتشيك ماجي بإسطنبول الأوروبية، موقع متميز جداً، مخدم بالمواصلات، مراكز التسوق، معالم تاريخية وأثرية، ضمن موقع استراتيجي بين طريقين A5 و A80 الشريانين الرئيسيين الحيويين في إسطنبول. رح نستعرض مع بعض أبرز التفاصيل المتعلقة بالفيلا، فهيا تابعونا. أكيد هاي الفيلا اللي رح نستعرض مع بعض أبرز تفاصيلها. مجرد دخولنا إلى الفيلا عم يكون على يميننا مطبخ وعلى يسارنا حمام عربي، طبعاً أكيد في عنا هنا خزن للملابس والأحذية. بالنسبة للمطبخ عم يكون مساحته واسعة جيدة ممتازة، بما يخص أيضاً هناك فتحة على الحديقة، وهذا الأمر جيد يجعل من ربة المنزل تشاهد يعني أمراً يحتم على أنها تتنشط في المنزل. أيضاً لدينا هنا موزع، عم نشوف في عنا أدراج من طابق سفلي، طبعاً هذا هو الطابق الأرضي، بعد ذلك لدينا طابقين، وبالتالي الفيلا عم تكون أربعة طوابق. مجرد دخولنا عم يكون في عنا صالون واسع جدا، ايضا الاطلالات عم تكون اطلاله على المسبح الموجود ضمن خدمات الفيلا، ايضا عم يكون في عنا بلكون ضمن الصالون الواسع. التدفئه عم تكون عباره عن اجهزه تدفئه. فيما يخص الاطلالات هناك يعني نوافذ واسعه جدا مثل ما عم تشوفوا الان بالصوره، وهذا امر جيد ايضا لحتى تشاهد الخضره الموجوده ضمن الفيلا. يلا نطلع مع بعض على الطابق الفوق. صعدنا على الطابق الذي يليه من الأعلى. لما دخلنا على الغرفة الموجودين فيها الآن، هي غرفة تعتبر لغرفة الأبوين، مساحة جيدة أيضا لها يعني نافذة وإطلالة على الحديقة الموجودة بهذا المكان. أيضا في عنا مساحة مخصصة لغرفة ملابس الأبوين، وأيضا حمام خاص بهي الغرفة. عند الخروج من غرفة الأبوين بنكون بهي المساحة، طبعا أكيد مصعد إلى الأعلى. على يميننا في حمام آخر غير الحمام الموجود بغرفة الأبوين، عم يكون في أيضا على يميننا غرفة وغرفة الموجودين فيها الآن. طبعا الغرفتين عم يكون متصلتين بتراس جميل جدا يطل على المسبح الموجود ضمن المجمع، فضلا عن شرفة صغيرة بإطلالة جميلة جدا. يلا نطلع على الطابق الذي يلي. طبعا هذا هو الطابق الأخير ضمن الفيلا، في عنا التراس من الجهة الخلفية. على يميننا في عنا حمام، وبالتالي بكل طابق من طوابق الفيلا في عنا حمام أو أكثر عربي أو حتى فرنجي. بالنسبة لهي المساحة ممكن نعتبرها صالون، في عنا مطبخ مفتوح، وبالتالي النظام ممكن نعتبره نظام استديو. الإطلالة مفتوحة جميلة جدا على حديقة المنزل وأيضا المسبح الموجود في المكان، والإطلالة الأجمل هنا وهي الإطلالة على بحر مرمرة. وبكل تأكيد المكان مش فقط في إطلالة شاطئية على بحر مرمرة، ممكن يكون في عنا أيضا إطلالة على بحيرة بيوكتشيك ماجي، لأنه أصلا المنطقة قريبة على البحيرة. إطلالة جميلة، المسبح المفتوح أمامنا الآن، وحديقة المنزل والمساحات الخضراء. وبالتالي منكون ختامها مسك بهذا المكان، أنك أنت تعرفت على كل التفاصيل والديتيلز الموجودة بالفيلا من عدد الغرف وأيضا الصالونات والمطابخ. في عنا مطبخ بالطابق العلوي، وأيضا طابق أو مطبخ بالطابق الأرضي أو السفلي. وبالتالي هي التفاصيل كلها التي تخص الفيلل فيلل تشارجر.